السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم مقادير ديال السفوف او سلو بطريقه صحيه، كيجي هائل في المذاق وسريع التحضير. ممكن تحضروا في اخر لحظه، ما فيش بزاف ديال المكونات. غادي نحتاجو فيه هنايا عندي كيلو ديال الزنجلان اللي تيكون مغسول ومنقي ومحمر شي شويه في المقله ومطحون مزيان حتى كيولي بحال كيطلق الزيت ديالو. عندي هنا واحد الزلافه اللي كنخليه صحيح. عندي كيلو ديال اللوز اللي كنقليوه في الفران بالقشور ديالو، كنحمروه شي شويه ماشي بزاف باش ما يتحرقش. كنطحنوه مزيان وكنخليوه زلافه. هنايا زلافه كنطحنوهاش مزيان، كنخليوها مهرمشه. غنحتاج 5 المعالق كبار من النافع اللي كيكون مطحون مزيان. بالنسبه للنافع كنسخنوا المقله وكنحطوه فيها حتى كيسخن. صافي غير كيسخن وكنطحنوه. 3 المعالق كبار ديال القرفه مطحونه. غادي نحتاج 3/4 الاكياس ديال الكاكاو المر الخاص بالحلويات من نوع الجيد. هذا الكاكاو هذا غادي يعطي واحد اللون زوين. عندي معلقه صغيره من المسكه الحره مدقوقه مع شويه ديال السكر، ومعلقه صغيره من الكوزه محكوكه، معلقه صغيره ما عامرهاش، 400 غرام سكر كلاصي، 2 كيلو ديال الدقيق، القمح الفينو، القمح الاصفر اللي كان نحمروه في الفران. من الاحسن ديو الفران ديال السنقه الا كنتو في المغرب، وكنتو خارج المغرب كتحمروه في الكوكوت اللي كتكون ثقيله. عندي 2 كيلو، وغنحتاج واحد القبصه ديال الملحه، وغادي نجمعوه بزيت الزيتون اللي كتكون خفيفه ما كتكونش حاره. دابا كنجيب واحد الاناء كبير او قصريه. قبل ملي كنحمروا هذا الدقيق هذا وكنجيبوه محمر من الفران، كنغربلوه كنحيدو من دوك الكويرات اللي كيكونوا فيه. كنديروه في واحد الاناء كبير، كنضيفوا عليه 5 المعالق كبار من النافع اللي كيكون مطحون. بالنسبه لهذا النافع هذا ما كنحمروهش نهائيا، كنديروا المقله الثقيله ديال المسمن او البطبوط كتسخن. ملي كتسخن كنطفيو عليها وكنحطو فيها النافع ديالنا اللي نقيناه مزيان، حتى كنبقاو نديو نجيبو فيه بالمعلقه حتى ياخد الصهد ديال المقله. ومن بعد كنطحنوه مزيان حتى كيولي غبره. وكنديروا 3 المعالق كبار من القرفه مطحونه. بالنسبه للقرفه كنطحنوها في البيت من الاحسن باش كنحصلوا على واحد المذاق ديال القرفه والنكهه كتكون مزيانه. كنضيفوا ديك المسكه الحره مع الكوسه، معلقه صغيره ما عامرهاش، واحد القبصه ديال الملحه باش تعطينا التوازن ضروريه. ملي غادي نخلطوا جميع العناصر ما غاديش نبقاو نحسوا بالملحه نهائيا. غادي نضيفوا داك كيلو ديال الزنجلان اللي تيكون مطحون مزيان حتى كيولي بحال على شكل عجين باش كيطلق لينا الزيت ديالو. هنا بالنسبه للزنجلان ما كنحمروهش بزاف باش ما يجيناش السلو مذاق ديالو مر. هو واللوز ما كيتحمروش بزاف، غير كنقليوهم حتى كيوليو كيولي فيهم واحد المذاق زوين وكيوليو مقرمشين. صافي وكنحيدوهم من النار. وكنضيفو السكر كلاصي اللي حتى هو غربلتو 400 غرام. غادي نضيف 4 الاكياس من الكاكاو المر. هنايا من الاحسن تستعملوا هاد النوع هذا بلا ما ديروا هذاك ديال العبر، ما كيجيش زوين. هذا اللي كيجي فيه زوين كيعطيه اللون اللي كيكون مزيان، وحتى المذاق ديالو كيجي مختلف. 4 ديال الاكياس او ما يعادل 4 المعالق كبار. صافي وكنبداو نخلطوا المكونات ديالنا، كنخلطوا بيدينا وحنا كنعجنوا، كنبقاو نخلطو كندلكو في الخليط باش كيطلق، باش جميع العناصر المكسرات كلها كتبدا تطلق الزيت ديالها قبل ما نضيفو ليها الزيت. ملاحظة مهمة جدا بالنسبة للدقيق، ما كنحمروش بزاف حتى كيتحرق، باش حتى هو ما كيعطيناش هذاك المذاق ديال المرورة في سلو. وما كنخليوش خضر بطبيعة الحال، خصنا نطيبوه. داكشي علاش قلت لكم في الاول من الاحسن ديو الفران ديال الزنقة باش كيطيب مزيان وفي نفس الوقت ما كيتحرقش ليكم. غادي نضيفو ديك زلافة ديال الزنجلان اللي كنخليو صحيحة، وديك زلافة ديال اللوز مهرمش. ملي كنبداو ناكلو فيه كنحسو بهذوك الطريفات ديال اللوز وهذاك الزنجلان اللي ممطحوش، وكنعاودو نخلطو مزيان.
كنعجن الخليط ديالي مزيان، ضروري تعجنوه مزيان حتى كيطلقوا جميع المكسرات الزيوت ديالها الطبيعيه. هنا نقصت الخليط لانه كان عندي كتير، بدا كيخرج لي من بلاصتو. ودابا غنضيف عليه الزلافه الاولى ديال زيت الزيتون. هنا كنستعملوا زيت الزيتون اللي كتكون خفيفه ماشي حاره. هاد زيت الزيتون هادي غتلقاوها في المحلات التجارية الكبرى متواجدة. باش ما تطغاش لينا كنديرو زيت خفيفة وحلوة باش ما تطغاش لينا على المذاقات ديال المكسرات اللي درنا. الا ما كانتش عندكم هاد الزيت ممكن تعوضوها بالزبدة، كتذوبوا الزبدة وكتصفيوها من الماء اللي كيكون فيها، ضروري تصفيوها باش ما يديرش لكم او ما يغمش لكم السفوف ديالكم. هنا بعد ما ضفت الزلافة الاولى ديال زيت الزيتون، خدمت الخليط مزيان عجنته، كنضيف الزلافة الثانية وكنعاود نعجنه مزيان. وإلا كان باقي خاصه كنعاود نضيف واحد ربع زلافة او نص. المهم كتضيفوا الزيت حسب الرغبه وحسب القوام اللي بغيتوا ديال السفوف، بغيتوه ناشف شي شويه وبغيتوه يجيكم معجن. يعني زيت الزيتون كتبقى اختي كتخليوه كيرتاح. كنجيب واحد الزلافه ديال اللوز اللي كيكون مفسخ، كنديرو في ماء اللي كيكون مغلى، كنفسخوه وكنقليوه شي شويه في الزيت. هنايا كنحصلوا على القوام ديالو كيكون بحال هكا، ملي كنهزو شي شويه بين يدينا كيتجمع بكل سهوله. كيمكن لينا نديروه في قوالب الكاب كيك او في الكويختات او في مولات صغار. انا درتو في واحد الاطار اللي كيكون كبير، درتو في واحد الطبسيل وكندكسوه مزيان باش ياخد الشكل ديال الاطار. من بعد كنحيدو الاطار ديالنا وكنحصلو على داك الشكل اللي بغينا. فقط فكرة للتقديم. اما هو ملي كنديروا له زيت الزيتون كنخليوه كيرتاح باش كيدخلوا دوك النكهات في بعضياتو. كنهزو كنديروه في واحد العلبة اللي كتكون كبيرة او صدر الخاص بالسفوف، وكنسدو عليه مزيان وكنخليوه كناخدو منه الكمية حسب الرغبة في التقديم. هنايا ملي كنحيد الاطار كنحصل على داك الشكل، وكنبدا نزين باللوز اللي كيكون محمر، كنزين حسب الرغبة وكنقدموه بالصحة والراحة. وكيكون هذا هو الشكل النهائي للوصفه ديال اليوم. كنتمنى انكم تجربوه ويعجبكم، انا متاكده الا جربتو غادي يعجبكم. مقادير بسيطه والمذاق ديالو راه تيجي هائل وصحي. استعملنا اللوز بالقشور ديالو، درنا فيه زيت الزيتون. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم. الا عجبتكم ما تنساوش تخليو ليا جيم وتشتركوا معايا في القناه الا كنتو باقي ما مشتركينش. ما تنساوش تفعلوا الجرس اللي كينحدى زر الاشتراك باش يوصلكم دائما الجديد، وتشاركوا الفيديو مع الاصحاب والاقارب ديالكم. نتلاقاو فيديو جديد وصفه جديدة إن شاء الله.